الإخوة مشاهدينا الأعزاء، لا زالت الانطلاقات مستمرة من خلال سباق صباحي هذا اليوم. انقضن شوطين للإبكار المحليات اللقاية والإبكار المهجنات. ينطلق الآن الشوط الرئيسي للجعدان اللقاية أيضا، و المحليات الأصايل وجائزة هذا الشوط. أيضا هناك خنجر وهو شوط رئيسي، بالإضافة إلى سيارة مقدمة من سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. شكرا يا أبو خليفة، شكرا على هذا العطاء وعلى هذه المساهمة الجميلة المستمرة وتتجدد كل عام لهذا الميدان الجميل. شكرا شكرا لجميع المساهمين، شكرا لكل الداعمين لهذا المهرجان الكبير من خلال الدعم الكبير بهذه السيارات. اولا شكرنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يحفظه الله، الرجل الذي لا يألو جهدا باهتمامه بدعمه الكبير لهذا الميدان العريق. نسير الى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول. نشوف اللي في المركز الأول، ماي هاب، ماي هاب تعود ملكيته أيها الإخوة لعبد الله بن خميس بن خلفان الرزي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني من خلال هذا الشعار البرتقالي الجميل، هذا الشعار المتميز، ولكن ينخطف في هذه اللحظات، ينخطف في هذه اللحظات. محذر للسيد مبارك بن حارب بن محمد العامري، غير النتيجة وانتقل إلى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. هنا المركز الثالث، هنا ونعم لبخيت بن سعيد بن محمد الشامسي. النقلة التالية على المركز الرابع. المركز الخامس اللي تدخل في هذه اللحظات، بدران يا بدران، وتعود ملكية بدران لحمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي. ننتقل مباشرة إلى المركز السادس. هنا التدخل من رقم 9 أرى سراب لسيف بن عبد الله بالكيله العامري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء من خلال سير هذا الشوط، شوط الجعدان الرئيسي، شوط رئيسي الجعدان اللقاية. يا سلام، شوط الخنجر، شوط الخنجر يا سلام، والسيارة الجميلة المقدمة من سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري. وهناك أسامي، هناك شعارات أراها بالعين المجردة لما تدخل عالم الإذاعة. انتظر المفاجآت، انتظر المفاجآت الكثيرة في سير هذا الشوط. ولكن هناك لا زال اللي في مقدمة الشوط، لا زال ماي هاب في المركز الأول. عبد الله بن خميس بن خلفان الرزي في مقدمة الشوط، لا زال مسيطر على الخنجر، لا زال مسيطر على السيارة حتى هذه اللحظات. أتمنى أن يستمر على هذا المنوال. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وأرى محذر لمبارك بن حارب بن محمد العامري خذ المركز الثاني.
المركز الثالث اللي تدخل في هذه اللحظات، اللي تدخل رقم 20. الله الله. شاهين ياتي بالمركز الثالث لعيسى بن سعيد بن هدي بن بطي الشامسي، خذ المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع اللي تدخل في هذه اللحظات. هنا شغموم لجويحد بن فهد بن ناصر بن مبارك العجمي، خذ المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس. اصبح من نصيب ظبيان لماضي بن محمد بن مبارك الهاجري. والمركز السادس، هنا هنا اللي في المركز السادس، المركز السادس اصبح من نصيب هنا اللي تدخل في هذه اللحظات، اللي هو مبارك بن 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 حربي العامري. هذه نتيجتنا ايها الاخوه، هذه نتيجتنا ايها الاخوه، هذه النتيجه ايها الاخوه، هذه النتيجه. ناصي 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 اللي كنا نذيعه لابن رزي، ولكن هو ناصي، ناصي اللي في المقدمة، ناصي لحمد بن سعيد بالأسود العامري، غير النتيجة، انطلق إلى مقدمة الشوط بالأسود. آسفين يا بالأسود، اسمح لنا، انحجزنا بعيد عنك، ولكن ها نحن بنعطيك حقك يا ناصي، ناصي ناصي حمد بن سعيد بالأسود العامري ضيفنا العزيز، يا مرحبا بك. ولكن المركز الثاني اللي وصل في هذه اللحظات، هنا اللي تتدخل مياس، مياس 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 لعلي بن محمد بن راشد الغفلي. الله الله يا ابو عواد، الله يا ابو عواد. ومن الجانب الاخر هنا اللي غير النتيجة وانطلق ارامكو، ارامكو سالم بن حمد بن سليم العويسي، ولكن بو عواد، شعار بو عواد، شعار بو عواد، علي بن محمد الاقبلي على ظهر مياس، مياس يلعب على ارضية ميدانه، هذا هو مياس، مياس ينطلق، مياس ينطلق الى السيارة، الى الخنجر، الى الخنجر. روح يا ابو عواد، روح يا ابو عواد، خل السلام الى اهل الراشدية، الراشدية فلي المحلة زيدت في القلب دقاته. يا سلام يا سلام، مياس 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 مياس، ولكن ينخطف في اللحظات الاخيرة. ها سلام يا سلام يا سلام، اللي غير وانتزع المركز الاول هذا هو ارامكو سالم بن حمد بن سليم العويسي. والله هارد لك يا ابو عواد. مياس وصل وخذ المركز الثاني لعلي بن محمد بن راشد الغفلي، المركز الثالث، المركز الثالث وصل وخذ ايضا ناصي لحمد بن سعيد بالاسود العامري. هذه الإعادة من مخرجنا المبدع هنا، واختطاف ارامكو المركز الاول، حيث ان قطع المسافة سبع دقائق 41 ثانية، خمسة من الاجزاء. تهانينا تهانينا لمالكة سالم بن حمد بن سليم العويسي، وسلام لشرقية عمان، سلام سلام على هذا الفوز. وصل مياس في المركز الثاني سبع دقائق 41 ثانية، سبعة من الاجزاء. تهانينا لعلي بن محمد بن راشد الغفلي، وهارد لك يا ابو عواد، هارد لك. المركز الثالث سبع دقائق 41 ثانية، ثمانية من الأجزاء. تهانينا أيضا لمالك سراب سيب بن عبد الله بن محمد بالكيلة العامري، واللي خذ المركز الرابع سبع دقائق 41 ثانية، تسعة من الأجزاء. تهانينا أيضا لمالك ناصي حمد بن سعيد بالأسود العامري، والمركز الخامس هذا هو رقم 20 امامكم، سبع دقائق 42 ثانية، اربعة من الاجزاء. تهانينا ايضا والناموس لمالكة مالك شغموم جويعد بن فهيد بن ناصر بن مبارك العجمي، والمركز السادس، المركز السادس
نترك مسؤوليته عند الإخوان، لجنة الخطوة، لجنة التحكيم، لأن لم نتعرف على هذا الرقم من خلال رقم 43، ونترك المسؤولية عند الإخوان، لجنة الخط ولجنة